عسلامة مدام. عسلامة. لباس؟ والله صعب، الحمد لله. قدم لنا روحك. أنا يعني جزائرية. مرحبا بيك في تونس. يعيشك، وشطري تاني تونسية. شطرك تونسي. آه وي. خاطر زوجك تونسي. زوجك تونسي. مدام انت متزوجة تونسي متوفي الله يرحمه، وكل عام تجي تزوره في تونس. بالطبع. نحكيو على تجربة العيش بعد وفاة الزوج. لا زعما هي يعني كيما تزوجي صعيبة، باش نقول لك ساهلة زعما صعيبة برشا. حاجة توجع. باسكو توجع كثير، ديجا أولا في الغربة يعني وحدك. وين كنتوا عايشين مدام؟ أنا عايشة في مارسي. يعني هو معك؟ لا هو كي مات كان مات في فرنسا وهو انتهى لتونس. معناها كنتوا عايشين في مارسي؟ عايشة تو، عايشة في مارسي. تو بي؟ يعني كي مرض هو انتهى، هو انتهى كي مات هو انتهى هنايا تونس. يعني خلي ولا خلى لي ولاد صغار، ثلاثة بنات وولد. وبصح زعما عشت عيشة زعما صعيبة مع ولدي، وخاطر يعني ولدي ديما يقول لي زعما ولا صعيب معايا، ويقول لي ديما جيبي لي بابا، ديما جيبي لي بابا. بعد ما توفى. توفى. قد عمر ولدك وقتها مدام؟ 10 سنين هكا. 10 سنين. و12 و14 هكا. ولدك اللي كان يقول لك نحب تجيب لي بابا. اسكو كنت تفهموا معناها اللي بوه توفى؟ شو هي صعيب، أول مرة يعني يشوف الموت كيما يشوف، يعني أول مرة يشوف الجبانة. أول في حياته يشوف الجبانة. أول مرة يشوف الجبانة يشوف بوه. زعما يعني لافامي تاوعه داوه كي قعدوا باش يحفروه يدفنوه، هو كان يشوف معاهم، هو يعني ولا يبكي ويقول لهم لا ما تدفنوش بابا، زعما تقيسوليش بابا في الترو هذاك. ايا ومن بعد كي جينا زعما ولا صعيب، يعني صعيبه شويه، وزعما انا شويه درت الكوراج وقعدت معاهم، زعما معاهم حتى اللي كبروا قعدت نفهم فيهم غير بشوية بشوية. كيفاش فهمتهم مدام؟ زعما فهموا، نقول هذه زعما سنة الحياة، وباباكم راه في الجنة، وأنا نغوم بلاصيكم باباكم، وما تحتاجوا والو معايا، وزعما ديما نزوروا باباكم يشوفكم في الجبانة، زعما ديما كي نروحوا نرحموا عليه وكاع، يعني شو نشوفوه الجبانة وكاع، وزعما نقول له نطلبوا له بالرحمة، ولقى يكون نص صبر باش باباكم في قبره يكون مرتاح. كانوا يفهموا فيك ولا لا؟ كانوا يفهموا فيك؟ لا كانوا يفهموا شويه شويه شويه، هما اول مره ما تقبلوش. اكيد ما تقبلوش غيابه. لا لا انا ما تقبلت. اكيد انا جاتني صعيبه اول مره في الغربه، يعني وحدي عايشه في الغربه، ولادي صغار، وحرت يعني ضحت نشوف ولادك زعما يبكوا، تشوفي بتشوفي راجلك شريك حياتك يعني دعم منك، نقول لك حاجة زعما كل شيء سمعت عليا. زوجك أولا وثانيا بو صغارك. فوالا ولادي والتالتة كان حنين معايا، يعني كان زوج خالص ليا، كان يحبني كثير وأنا نحبه كثير، وما زلت نحب زوجي وتحيا زوجي. إن شاء الله ربي يرحمه. يرحمه وينعم عليه ويجعله في جنة فردوس الأعلى، وهذا اللي ولادي الحمد لله زعما والفوا هكا صاي. وأنا كل عام نجي، عادة مشي كل عام، أنا في أكتوبر هكا جيت زرته يعني، وغدوة إن شاء الله اللي حنزوره المقبرة، أيا ونعاود نروح ديما نجي نزوره. تبدأ تستنى في الزيارة ولا؟ نقعد نستنى وتا يصبح الحال باش نروح نزوره، وكي نروح نزوره يعني قلبي يوجعني كثير، بس زعما نتقبل. و قلبك يوجعك وانت مروحه من تونس؟ ولا وانت جايه؟ لا كي جايه نجي فرحانه، بس كي نجي رايحه يعني كي شغل قلبي خليته هنا. تحس روحك في كل ما تجي تودعه مره اخرى. نودعه وتجيني كي شغل نحيي من جديد، زعما حاجة صعيبة يعني مشي صعيبة برشا، مات صغير يعني سوا سنة. انت قدام باش تأثر في برشا بيت تسمع فيك. صعيبة لا فيغيتي، زعما صعيبة مشي سهلة، زعما أي وحدة زعما زوجها ميت
زعما لي معاها لا فيغيتي زعما صعيبه زعما ما يقابلك لا رزق ما يقابلك زعما لا تحوسي لا تعيشي لا والو ما يقابلك زوجك تقول لي يا ريت انا اللي في تونس معايا حوس اي مي معليش الله يرحمه ويوسع عليه معليش راني في بلادي الثانيه ومع فاميلتي وكل شيء هذه هي زوجك توفى وانت ما زلت صغيره رغم هذا انت ما عاودتش حياتك ولا حتى لو كان خلاني 20 عام ما نعاودش حياتي لا رحت للعمره مورا وناويه ندير لها عمره باسكو قالوا لي ديري العمره حتى تديري عمره درت عمره وباغي يعني من 8 ندير عمره زوجي ان شاء الله ان شاء الله يعني. هيا وش نقول هذه هي وش هي يجيو معاك ساعات اولادك ولا لا ولادي ديما يجوا لتونس ديما يجوا يجوا لبوهم يجوا على خاطر كتر على خاطر بوهم يحبوا بوهم بزاف يعني ديما باباهم ديما زعما يفكروا فيه ديما زعما ما مندير لهم لي فوتو تاع الجبال المقبره تاع الجبانه ونرسلها لهم زعما كي يكون روح المقبره نصوره ونرسل لهم القبر زعما ونقول لهم زعما ها هو زعما باباكم ايوا يعني ولدي للان يقول لي زعما ديما يحكي على ابوه ديما ما نساش ولادي ديما يقول لي بابا ديما يحكوا عليه زعما كان هو راه حي زعما يقول لك لو كان بابا راه حي لو كان بابا راه حي زعما ديما يحكوا على باباهم وهي ماشي لا فيغيتي ماشي سهلة يعني لليوم يحسوا بالفقدان للآن للآن أنا ولدي راه كبير عنده 24 وديما يقول لي أنايا كاع صحابي عندهم باباهم وأنا ما عنديش بابا أي حاجة توجعه يقول لي ما عنديش بابا ما أنا كي نبغي ندير حاجة ونقول ما عنديش تفكروا العبيد اللي كيما هكا بو مثلا في المواقف الصعبة يعني صعبة يعني لا فيغيتي صعبة زعما ماشي سهلة ولا صعبة صعبة كثير أنا ندور هكا وغدوة نقعد قلبي مجروح زعما كي نجي يعني أنا جو بخون تاكسي ونقول حطني عند الجبالة حطني يعني من الباب نتأثر دي فوا نقعد نبكي من الحب لطف عليك مدام ان شاء الله ربي يرحمه اللهم صل ديما اطلب له الرحمه لما صعيبه ولا اكيد صعيبه نعرف سيختو نخمم في غدوة كي نمشي زعما كي نمشي غدوة نفكر كيفاش نقابله هو يفرح لا بالي هو يفرح مي انا زعما نقعد زعما من الشمس سيرتو كي نجي ونعاود نمشي ونخليها مرايا ما نحملش علاش دي سوري كيما يقولوا ها هو دي ان شاء الله ربي يرحمه يا مدام هاي صعب السلامة عايشك يا مدام